حيز من الفراغ يعني له حاجز
أي شيء له كتلة وله حجم بنسميه مادة. بنسميه يا شباب؟ بنسميه مادة. طيب يعني هذا الماي مادة؟ نعم مادة له كتلة ويشهد حيز له حجم. هذا الهواء المحبط مادة؟ مع ان انت لا تراه ولكنه مادة، لانه يشغل حيز، يشغل ايه؟ يشغل حيز من الفراغ وله كتلة. تمام يا شباب؟ طيب يبقى العلم الكيمياء هو العلم اللي بيختص بدراسة المادة. طب من هو مؤسس هذا العلم؟ من الذي أسس علم الكيمياء؟ ما شاء الله كل عارف، ها؟ معروف طبعا قدامك عصر. من هو؟ جابر بن حيان. فطبعا الحين قدرنا ننفخ بالون دون الحاجه الى هواء الفم عن طريق تفاعل كيميائي بين الفم والطباشير.